أخبار وصور وفيديوهات وتعليقات ساخرة بينشروها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا في برنامج الحياة في مصر حريصين اننا نقدم لكم كل جديد. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور لعقيقة المولودة الأولى للفنان محمد أنور اللي حضرها عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، ونشروا بعض النجوم صور ليهم من العقيقة على حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أنور بعض الصور على الحساب الخاص بيه على موقع انستجرام وكتب شكرا جدا لكل الناس اللي شرفوني النهاردة، فرحت بوجودكم. أعلنت الفنانة كندا علوش عن خبر حملها على الحساب الخاص بيها على موقع انستجرام من خلال صورة ليها مع جوزها الفنان عمرو يوسف، وكتبت الحمد لله الذي تتم بنعمته صالحات دعوتكم، وبدأوا جمهورها يهنوها في التعليقات ويباركولها، ده غير تعليقات كتير من زملائها في الوسط الفني اللي فرحوا بالخبر وهنوها عليه. وكان أبرز تعليق للفنان محمد هنيدي اللي كتب لها كده في بسبوسة بالقشطة جاية في الطريق، ألف مبروك. نشر مصمم الجرافيك والرسام المصري محمد صلاح على الصفحة الخاصة بيه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تصميمه الجديد اللي أبهر نشطاء السوشيال ميديا، خاصة إن بمناسبة فصل الصيف، والتصميم اسمه نجوم زمان في مصايف دلوقتي، وهو عبارة عن صور لفنانين من زمن الفن الجميل زي عبد الحليم حافظ وأم كلثوم ورشدي أباظة وفاتن حمامة متصورين في أماكن مصايف دلوقتي، والتصميم عجب نشطاء موقع فيسبوك وكتبوا تعليقات بتعبر عن إعجابهم بالفكرة. نشر أدمن الصفحة الرسمية للفنان سامو زين بيان توضيحي على البوست اللي اتنشر مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعي واللي فيه صور ولقطات للفنان سامو زين في بعض الأفراح اللي غنى فيها، وخاصة فرح المطربة شيرين يحيى، والبوست كان مكتوب عليه مفيش حد يجيب سامو زين في فرحه تاني يا جماعة، فطلب من الجمهور التوقف عن تداول الصور والبوستات اللي من النوع ده لأنها تسببت في استياء الفنان سامو زين والأستاذ محمود السيد زوج المطربة شيرين يحيى اللي هو يعتبر صديق مقرب جدا لسامو زين. وأوضح الفنان سامو زين هو اللي كان مسؤول عن إنتاج الأعمال الفنية للمطربة شيرين يحيى، وإنه بيعتبرها زي بنته، وإنه كمان كان سبب رئيسي في ارتباطها هي وجوزها. رحاب عز الدين، الحياة في مصر.